لعبة بوي ماسترز هي لعبة رماية تحدي تعتمد على الفيزياء. في هذه اللعبة يتحكم اللاعبون بشخصيات مختلفة، كل منها يمتلك أسلحة وقدرات فريدة، ويجب عليهم التصويب بدقة نحو الخصوم. في بيئات متنوعة، اللعبة تحتوي على نمط لعب فردي ضد الذكاء الاصطناعي ونمط متعدد للاعبين، حيث يمكن التنافس مع لاعبين آخرين عبر الإنترنت. تتميز بوي ماسترز رسوماتها الملونة وأسلوبها الفكاهي بما يجعلها ممتعة ومسلية لجميع الأعمار. خليكم معنا ولا تنسوا اللايك والاشتراك. شكرا يا شباب، اليوم يا شباب عنا مقطع خرافي. اليوم يا شباب عنا لعبة بوي ماسترز. يا شباب اليوم بدنا ننزل ونلاقي كل بالبويات الأسهم ونرمي لهم قنبلات. يا شباب اليوم اللعبة حماسية وحلوة لدرجة للرقم. ولا تنسوا لايك واشتراك وخليكم مع المقطع. يا شباب هلا هون بتبدأ عنا اللعبة. نعطي الليفل 1 بدنا نشتري شخصيتين. شخصيتين هذول اللي نسعد. يا شباب هلا هون بنبدأ. تمام يلا. او ماي جاد نعمل له هيك. بلاورك اتشات بلاولك ضرب وعدي. هولي شت. انا حطه مرة ثانية 12. هاي اللي تفاجئ. اوووو مش هاي اللعبة شباب. اللعبة شباب هلا هون فزنا. بعدنا فزنا عليه. نعطيه كونتينيو هون. عندنا جوائز. شو ايش حتطلع لنا شخصيات؟ يلا 1000 ليرة. يلا نشتري شخصيات. خلينا نشوف شباب معقول يعطونا شخصيات هذي. لا ما بدنا ما بدنا لا ما بدنا ما بدنا بدي اذبحها. ما بدي هلا هون بنرجع لكم نكست. ما بنرجع لكم
طيرناهم كلهم 5 ثواني، طيرناهم من صف هيك التاني، خلص صف صف صفين بس، طيرناهم من صف، ما جابوا ولا واحد منا، على قليل يدمجونا ما، لا لا لا، لا. على 13 مرة، عطني خليها 13، ابلع، اوي طيرناهم كلهم ما عدا واحد، 2 3، ما ظل غير 4 بس. Are guarding me. I'll roast you. طلعت خلاص هاي المواجهة.
طالع انه طولنا ساعتين.